السلام عليكم ورحمة الله، نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وتتابعون فيها. وزير الاقتصاد والمالية ينتقد موقف المعارضة من التعديلات الدستورية ويقول إن الاستفتاء يمثل أبهى تجليات الديمقراطية. جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي تختم أعمال مؤتمرها الثقافي الرابع بنواكشوط وتدعو للوحدة والتماسك الاجتماعي. انطلاق أعمال النسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة بنواكشوط تسعى لتشجيع المعاقين وتغيير النظرة تجاههم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتقد وزير الاقتصاد والمالية المختار والجاي ما سماها الدعاية المغرضة للمعارضة تجاه التعديلات الدستورية. وقال والجاي خلال لقاء في نواكشوط بمنتخبي مقاطعة مقطع الحجار إن هذه الدعايات لا تنطلي على المواطنين، داعيا إلى عدم ترك الفرصة للمعارضة من أجل التشويش على المواطن والرأي العام الموريتاني. يقولون أن رئيس الجمهورية، أن هذا النظام، أن هذه الحكومة تحاول أن تقوم بانقلاب دستوري من أجل تبرير هذه التعديلات الدستورية. هذا الجزء الأول من هذه الدعاية. يقولون نحن بحاجة إلى الأموال التي ستوضع على هذه الحملة، وموريتانيا أحوج إلى أشياء أخرى غير هذه التعديلات الدستورية. يقولون أيضا هذه التعديلات ستمس بالمقدسات إلى العلم الوطني إلى آخر ذلك. يقولون هذه التعديلات تمت من أجل أن نتجاوز المحكمة الدستورية، المحكمة السامية، من أجل أن لا يحاكم رئيس الجمهورية وحكومته إلى آخر ذلك. هذه الدعاية التي يطالعنا بها إخواننا في الطرف الآخر غفر الله لهم. سكان مقطع الحجار، طبعا أنتم لا تنطلي عليكم هذه الدعايات، لكن يجب أن تكونوا مسلحين أيضا بالحجة. يجب أن تنافقوا، يجب أن لا تتركوا الوقت ولا تتركوا الفرصة للتشويش على المواطن الموريتاني وعلى الرأي العام الموريتاني. وأكد واللجاي أن قرار الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري لا يعتبر انقلابا، وإنما يمثل الديمقراطية في أبهى تجلياتها من خلال أخذ رأي الشعب بعد أن تعطل تمرير التعديلات الدستورية من خلال البرلمان. ارتأت أن تذهب إلى الشعب الموريتاني ليقول كلمته في هذه التعديلات. أي نوع من الانقلابات هذا؟ من ينقلب على من؟ من ينقلب على من؟ إنه ليس انقلاب، إنها الديمقراطية في أحسن تجلياتها. إنه استشارة الشعب، أخذ رأي الشعب. الشعب الموريتاني له كلمة الفصل. الحكومة، رئيس الجمهورية، المجموعة المتحاورة، أحزاب الأغلبية، أحزاب المعارضة المتحاورة، بعد أن تعطل تمرير التعديلات الدستورية من خلال البرلمان، أردنا أن نذهب إلى الشعب والشعب هو الحكم. أعتقد أن هذه دعاية سابقة كما رأيتم. قالوا لنا الشعب أحوج إلى مسائل أخرى غير هذه التعديلات الدستورية. نحن أعتقد أن الزمن، أن السنين، أن الماضي القريب برهن على أننا أعرض بما أحوج إليه الشعب منهم. لن تتعطل قاطرة التنمية دقيقة واحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة. اختتمت جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي أعمال ملتقاها الثقافية السنوية الرابعة في نواكشوط، وتضمن الملتقى محاضرات وحلقات نقاش حول الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والعرقي في البلاد. كما ناقشت الجمعية الوضعية الحقوقية في البلاد ووسائل تحقيق التآخي والتعاضد بين مختلف المكونات الاجتماعية في البلاد. لقد كانت الأخوة هي نقطة الانطلاق في بناء المجتمع المسلم في المدينة المنورة، وفي ذلك تعبير بليغ وتعصيل نفيس لمكانتها في المشروع الإسلامي، فهي مسألة تأسيس وليست مسألة تكميل ولا تحسيس، إنها لبنة أساسية لإقامة مجتمع إسلامي
وآلية ضرورية للانسجام والعطاء. ولذا أخذنا على أنفسنا عهدا بإقامة أخوة صادقة بين مكونات هذا المجتمع، وبذلنا وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الهدف، علاجا للجراح وتصحيحا للاختلالات، ووقوفا في وجه الظلم، وتشجيعا للعدل، وتعزيزا للقيم المشتركة والأخلاق الجامعة. وترشدنا السنة النبوية في المؤاخاة وفي بناء المجتمع على أسس سليمة، أنه لا بد من جهد يسعى لتجسيد معاني الأخوة في النفوس. أطلقت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية النسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقات في العاصمة نواكشوط. وقال رئيس الجمعية الهادي ولي المنير إن الأيام الثقافية للجمعية تأتي ضمن الأنشطة الثقافية والتنموية للجمعية، وتهدف إلى تشجيع ذوي الإعاقة وتغيير الصورة النمطية تجاههم. هذه الأيام هي أيام ثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة. دأبت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية على تنظيمها، وهذه نسختها السادسة بحمد الله. نحاول من خلالها أن نشجع الأشخاص ذوي الإعاقة الموهوبين والمبدعين أصحاب الإرادة وأصحاب الطموح، وأن نغير الصورة النمطية عن هذه الفئة. ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة الجمعية الخيرية والثقافية والتنموية. أعلن رئيس النيجر محمد ويسوفو عن عدم سعيه لإجراء تعديل دستوري من أجل ترشح لمأمورية رئاسية ثالثة خلال الانتخابات المرتقب إجراؤها عام 2021. وقال يوسوفو في خطاب نقله التلفزيون الرسمي النيجيري إنه سيجري انتخابات رئاسية لا يشارك فيها، وسيسلم السلطة لمن سيختاره شعب النيجر. تفاصيل وفاة في هذا التقرير. رئيس النيجر محمد إيسوفو يعلن أنه لن يغير دستور البلاد ولن يترشح لمأمورية ثالثة في الانتخابات المرتقبة عام 2021. وعبر إيسوفو عن سعيه إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يسلم من خلالها السلطة لمن سيختاره الشعب النيجري رئيسا جديدا للبلاد. وأكد إيسوفو في خطاب وجهه للشعب النيجري بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه لمأمورية ثانية أنه لا يعتبر نفسه الوحيد الذي يصلح للسلطة، وسينسجم مع تعهداته باحترام وتعزيز النظام الديمقراطي في البلاد من خلال إفساح المجال لمن سيخلفه على رئاسة النيجر. ولم يخفي إيسوفو في خطابه حاجة النيجر إلى تقوية مؤسساتها الديمقراطية واحترام الدستور باعتباره المرجعية القانونية والحافظة للتعددية والديمقراطية. وتأتي تصريحات إيسوفو في سياق وطني وإقليمي مضطرب، فعلى الصعيد الوطني كانت المعارضة تتهمه بالسعي إلى إجراء تعديل دستوري يسمح له الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة ليظل في الحكم الذي وصله عام 2011 لفترة أطول. وعلى الصعيد الإقليمي تسعى عدد من بلدان غرب القارة الإفريقية إلى تعديل دساتيرها، ففي بنين يتصاعد الجدل بين المعارضة والنظام بشأن تعديل الدستور 90-900 و1000، وقد خرج القضاة إلى شوارع بورتو نوفو تنديدا بمشروع الدستور الجديد الذي يعتبرونه يكرس ارتهان المؤسسة القضائية للسلطة الحاكمة، كما احتجت ضده المعارضة، وقدم أحد وزراء حكومة باتريس تالون استقالته على إثره. وفي بوركينا فاسو يسعى روك مارك كريستيان كابوري إلى تعديل الدستور من أجل إعلان الدخول في جمهورية خامسة. وفي موريتانيا قرر النظام إجراء استفتاء شعبي على الدستور بعد أن صوت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ ضده. وقبل أشهر أجرت ساحل العاج تعديلا دستوريا أعلنت بموجبه الدخول في جمهورية ثالثة، وينص الدستور الجديد على إضافة غرفة ثانية للبرلمان واستحداث منصب نائب للرئيس. عقد طلاب موريتانيون سابقون في الجزائر بالتنسيق مع عدد من النقابات الطلابية مؤتمرا صحفيا في نواكشوط، تحدثوا خلاله عن ملابسات اعتصام الطلاب الموريتانيين في الجزائر.
وقال منظمو المؤتمر الصحفي إن الطلاب دخلوا الإضراب منذ 11 يوما بعدما اتصلوا بالجهات المعنية ورفضت التعاطي مع ما يصفونها بالمطالب المشروعة. جد الطلبة عندهم مطالب مشروعة وهي صرف المنح. صرف المنح اللي بقانون اللي عند الوزارة وصرف المنح بالقانون اللي عند السفارة اللي فهم مسؤولة عن تطبيق قوانين الوزارة. هذو الطلاب دخلوا في اعتصام ديلو درك 11 يوم. وكيف قال الزميل سيدي محمد سابق الدخول في اعتصام، لأنه الاعتصامات فهم حقيقة صعبة. سابق الدخول في الاعتصامات حاولوا على أنهم يجابروا مع الإدارة المعنية اللي هي السفارة فهم، وشرحوا لها مضامين مطالبهم. إذا ما تجاوبت معاهم حاولوا على أنهم يدخلوا في إضراب عن في, 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 في اعتصام مفتوح، واعتصام له 11 يوم مستمر، واليوم هو 11 هو اليوم رقم 11 وهو يوم السادس في اعتصام عن الطعام، في إضراب عن الطعام. إضراب عن الطعام ما جاء من فراغ حقيقة، فهم الظروف مزرية صعبة، طلبة في أرصفة بين أزقة الدار الإبراهيمي مشردين. هذا ما يخدم دبلوماسيتنا ولا يخدم صورتنا في الخارج. ذكرى اليوم العالمي لداء التوحد بإطلاق حملة تحسيس تعرف بالمرض وأعراض الإصابة به، وتقول إحصائيات أممية إن 64 طفلا من كل 10,000 طفل بالعالم مصابون بمرض التوحد الذي يطلق عليه البعض اسم الذاتوية. نتابع. اليوم العالمي للتوحد يصادف الثاني من أبريل في كل عام، وتسعى منظمة الصحة العالمية من خلال هذه المناسبة لتعريف المجتمعات بخصوصية هذه الشريحة من الأطفال من أجل التعريف بحالتها المرضية وسبل التوصل إلى علاجها في المستقبل. وتشير العديد من المصادر إلى أن مرض التوحد هو مرض نفسي وعضوي له أعراض عضوية ونفسية، وهو منتشر بصورة كبيرة بين الأطفال في العصر الحديث، يطلق عليه البعض اسم الذاتوية، ويكون على شكل اضطراب شخصي يصيب الأطفال ويظهر على الأطفال ما بعد السن سنتين والسنتين ونصف كما يؤثر على نمو الطفل. ونريد منكم جميعا ومن جميع الموريتانيين وخاصة من السلطات العمومية أن تعمل من أجل أن يكون شهر أبريل كل سنة مناسبة للفت الانتباه إلى واقع هؤلاء الأطفال والسعي بكل ما أوتينا جميعا من قوة، سواء على مستوى مدارسنا وعلى مستوى مؤسساتنا التربوية بمختلف أنواعها، أن نسعى من أجل مؤازرة هؤلاء الأطفال لدمجهم في الحياة النشطة ودعمهم. ويمكن معالجة مرض التوحد من خلال المعالجات السلوكية والتي يتعلم الطفل من خلالها كيفية التصرف في المواقف، حيث يقوم الطبيب المعالج بتعليم الطفل الاستجابة للمواقف، كما يمكن معالجة التوحد من خلال معالجة طريقة نطق الطفل للأحرف، ومن خلال العلاج الفيزيائي، ومن خلال العلاج الطبيعي للحنجرة. وتقول منظمة الصحة العالمية إن التقديرات تشير إلى انتشار اضطرابات التوحد بمتوسط قدره 62 طفلا لكل 10,000 طفل في العالم، أي بواقع طفل واحد ومن كل 1,600 طفل. وتمثل تلك التقديرات عدد الحالات في المتوسط، وتلفت إلى أن بعض الدراسات الحديثة تفيد بمعدلات انتشار أعلى بكثير من ذلك. وقالت الأمم المتحدة إنها ستناقش بهذه المناسبة السياسات والمناهج التي يجري العمل على تنفيذها فيما يتصل بالوصاية والسبيل أمام المصابين بالتوحد إلى تقرير المصير والأهلية القانونية. وأضافت أن اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية الشخصية، كما أبرزت الاتفاقية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. زمزم ببطولة شالانج المدرسية بعدما فازت على فريق الإعدادية العربية بهدف دون رد خلال مباراة نهائي البطولة التي جمعت بينهما في الملعب الأولمبي بنواكشوط. ويعتبر هذا التتويج هو الثالث في تاريخ فريق زمزم
فيما لم تفز معظم الفرق الأخرى بالبطولة إلا مرة واحدة في تاريخها. إذا كان يقولنا تو لعبنا قال عند مولانا ما عند حد يشتو ولا يقول ما أو صحتك بعد لعبنا يقعد مكتومة من نهرب رقنا إيقالو يقعد ما عندنا ما هي شان ما نسمح لنا الوقت بذلك يقعد إن شاء الله مرة أخرى ويعادي تقولوا زمزم أو سنقولوا زمزم أنا بعدين نقول لنا مدات سمح قابوا ذا كانت ويعادي ما فيش زمزم حتى أنهم قلبونا نزلنا ونزلوا قال ما عندنا شانستو شكرا كوتشنا أنا أول مرة كل زربت الحق فينا ما هو شيء فوتبول فوتبول هادي بيردي هاد مولي غني نفلسيتو هم توف كوراج رك لين مرة خر مولي نسيو نمشو بعيد يا ميرس أنا في استاسون بور زمزم كأراد أن أول مرة كاليفوناتها ما غطى الحقنا وناتها أول بينا الحقنا في فينال وطاحنا ما في استاسون بور زمزم ما هي خسارة الحمد لله بالنسبة أول مرة تلعب إعدادية العربية ومهنا للاعبين لأنهم من ناحية لباس بهم ما هي خسارة بالنسبة لنا اللاعبين ونهنهم حتى ونهن المؤسسة على هذه نهن ملي زمزم على الفوز أشاد أحمد وللكوري مدرب فريق ثانوية زمزم بتتويج فريقه للمرة الثالثة ببطولة شالانج المدرسية واعتبر أولي الكوري في تصريح لقناة المرابطون أن تتويج فريقه يعتبر نتاج ثمرة تحضير استمر منذ أشهر. الحمد لله مبارك لنفسي كالعادة وللاعبين ولزمزم العائلة الموسعة لزمزم الإدارة الأساتذة العمال اللاعبين الجمال الحمد لله الوفية اللي وقفت معنا طيلة هذه البطولة التتويج ما جاء من فراغ الحمد لله بدأنا العمل من شهر أكتوبر نحضروا ذي البطولة كنا في ظروف جيدة الحمد لله وكنا نشتغل كخليط نحل ما شاء الله فتبارك الله طاقم الفني كامل متفاهم بما بيناته وبالتالي اللاعبين كان عزمهم كان على انهم يحققوا ذي البطوله كنا مباراه ورا مباراه ينزاد عزمنا خاصه عنا بدانا بدايه قد تعود سيئه بتعادل وبعد ذاك خسرنا ب3-0 الحمد لله ورا ذاك واصلنا في سلسله انتصارات نحن الوحيدين من ذو بدايه الدور الثاني لحد النهائي اللي توجنا باللقب ما استقبلت شباكنا اي هدف الحمد لله ونحن مولي باحسن هجوم ب 12 هدف الحمد لله وذا الانتصار راني والله ذا التتويج لاول مره نتوج بالبطوله المدرسيه شالنج راني هادي روح شداتي العزيزة اللي توفات وهذه الجماهير زمزم بصفة عامة. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وزير الاقتصاد والمالية ينتقد موقف المعارضة من التعديلات الدستورية ويقول إن الاستفتاء يمثل أبهى تجليات الديمقراطية. جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي تختم أعمال مؤتمرها الثقافي الرابع بالوركشوب وتدعو للوحدة والتماسك الاجتماعي. انطلاق أعمال النسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة بالوركشوب تسعى لتشجيع المعاقين وتغيير النظرة تجاههم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول.